وحد الدايب، قوم يا نايم، وحد الدايب. بالسحر ضوى القمر والسمر حل السهر، بالسحر ضوى القمر والسمر حل السهر. بالتآلف خيمت هالليالي عالبشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا
لا تخلي نفسك تلتهي وشو ما رأيت عم تشتهي، عينك عليها راقبة وعند الخطأ بتحاسبها، حذرها من اليوم لحساب وحاسبها قبل الحساب، وقتها بتلاقي الجواب من قلب حاضر ما سهي. وحدو لا إله إلا الله محمد رسول الله، يلي كنت غايب وبحر الهوى دايب، وقت السحر ربك ستر زنبك غفار، بيتقبل التايب كل قدام ونوي الصيام والحق ركب الحبايب. وحدو إن إخراج الزكاة من مال المسلم يحقق أهدافاً نبيلة وغايات شريفة يهدف إليها الإسلام من خلال هذه الفريضة، وذلك لما لها من أثر كبير في صلاح المجتمع. فالمال قوام الحياة، وبالزكاة يطهر مال الغني وتسد حاجات الفقير. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقال أيضا سبحانه: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فلنحرص على الإنفاق في وجوه الخير، فإن الله محاسبنا وسائلنا عن كسبنا وإنفاقنا. واعلموا أن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، واعلموا أن من أكبر الأهداف وأعظمها نفعا فيما يرمي إليه الإسلام من وجوب إخراج الزكاة العمل على ألا تكون الأموال فقط بين يدي الأغنياء، فتصبح دولة بينهم ويحرم منها الفقير والعاجز. واعلموا أن وجوه الخير والعمل الصالح والبر متنوعة متعددة يتقلب بينها المسلم حتى يبلغ عند الله أسمى الدرجات وأعلاها، مبتغيا بذلك وجه الله والدار الآخرة، فلا يتبع زكاته وصدقته وبره للناس بالمن والأذى والرياء والسمعة. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله.
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق الله العظيم. يا وقنا شح أنفسنا لنكون من المفلحين. يا فريضة الزكاة في الإسلام ووجوب إخراجها، وقد علمنا ما وعد الله به المتقين المنفقين وبما توعد به الذين لا يمتثلون أمره في أداء هذه الفريضة،
قال تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وهذه أركان الإسلام الخمسة، وأحدها أداء الزكاة، وبهذا تعدل هذه الفريضة خمس الإسلام، إنها إحدى أكبر أركانه، ولو تعمقنا لوجدناها كذلك. فأداء الزكاة يحقق التكافل الاجتماعي ويحقق الكرامة الاجتماعية. يتضح فضل مشروعية الزكاة إذا علمنا أنها تزكية لنفس معطيها من الشح والبخل الذي ذمه الله في كتابه، وأنها تطهير لنفس آخذها من الحسد والضغينة التي تتجسد في تمني زوال النعمة عن الغير وانتقالها إليه. الزكاة تكافل في حياة المسلمين، والدليل على ذلك أن القرآن الكريم أوجبها على بعض المسلمين وجعل لها أهلا يستحقونها. وأهلها أصناف ثمانية: الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل. فبوجوبها على الغني واستحقاق الفقير لها يتحقق التكافل، كل ذلك لنبلوكم أيكم أحسن عملا. رافعل الكفين قلبي إلو العين، رافعل الكفين قلبي إلو العين، كل رجاء وحضور ودموعي عالخدين ودموعي عالخدين ودموعي عالخدين. سائل جناب الله، سائل جناب الله نور هدى الدارين، سائل جناب الله نور هدى الدارين، وحده إله الكون مالي أنا ربين، وحده إله الكون مالي أنا ربين، مالي أنا ربين،
ماني أنا ربي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق الله العظيم. وحد الدايب قوم يا نايم وحد الدايب لسه حر ضوى القمر والسمر حل السهر لسه حر ضوى القمر والسمر حل السهر بالتآلف خيمت هالليالي عالبشر يلي